عادة ما تقرن كعكة الجبن بمدينة نيويورك، لكن مصدرها الحقيقي اليونان. كان الرومان القدماء قد قدموها إلى الرياضيين الذين لعبوا أول ألعاب أولمبية عام 776 قبل الميلاد. الغزو الروماني نشر معه هذا الطعام في أوروبا، وبعد عدة قرون حملها المهاجرون الأوروبيون معهم إلى أمريكا الشمالية. حتى إن الرومان القدماء أعدوا كعكة الجبن وأهداها بعضهم إلى بعض. جبنة كعكة الجبن لها مسميات كثيرة كالحلوم والريكوتا أو الجبنة القشدية الطرية، أساسها بسكويت الزبدة الهش. لأعداد 5 مجموعات من القوالب يمزج هذا المخبز 23 كيلوغراماً من الزبدة مع 4.5 كيلوغرامات من السكر. يضيفون لاحقاً زلال 16 بيضة ثم 11 كيلوغراماً من الطحين، وذلك حتى يصير الطحين عجينة ناعمة الملمس. تنقل العجينة فوق حزام ناقل إلى وعاء ضخم. تدفع الجاذبية العجينة المفتتة عبر فتحة في القاع، ونحصل على عجينة رقيقة سمكها 1 سم. يرش الطحين لمنع العجينة من الالتصاق، ولا يرش فوق الناقلة وحدها، ولكن فوق أدوات الإعداد والتقطيع أيضاً. هذه الأسطوانة الشائكة تحدث ثقوباً في العجينة. هذه الثقوب تسمح للهواء الموجود داخلها بالخروج خلال عملية الخبز، ما يمنع انكماش العجينة ويضمن قشرة فطيرة مسطحة خالية من الفقاقيع. الأسطوانة التالية مزودة بدوائر بلاستيكية تعمل كأدوات التقطيع، فتقطع العجينة إلى دوائر بحجم قالب الكيك، وتذهب البقايا إلى كمية جديدة من عجين. توضع كل دائرة في قالب، ثم تخبز على حرارة 190 درجة مئوية مدة 19 دقيقة، ويتخذ المزيج شكله. لإعداد 20 قالباً يمزج 11 كيلوغراماً من الجبنة القشدية الطرية مع كيلوغرام من القشدة الصناعية. عولجت القشدة فترة أطول من المعتاد لمضاعفة نكهتها. بعدها يخفق ببطء 7 كيلوغرامات من السكر بكوبين ونصف الكوب من الطحين، ثم يضيفون 3/4 كوب من خلاصة الفانيلا. يضيفون الآن دزينة ونصف الدزينة من البيض إلى المزيج. تلك هي وصفة كعكة الجبن الخالصة البسيطة. القوالب المنكهة تضم مكونات إضافية. هذا المزيج له نكهة الكراميل والجوز، ويغلف بطبقة من الشوكولاتة. حين تصل القشرة المخبوزة، يرش قاع الصواني بالزبدة لتسهل عملية نزع القوالب بعد خبزها، ثم تسكب الكمية المناسبة من المزيج فوقها. تدخل القوالب فرناً نفقي الشكل طوله 21 متراً، وتصل الحرارة داخله إلى 177 درجة مئوية. وحين تخرج القوالب من الطرف الآخر تكون مخبوزة تماماً. هذه القوالب البالغ عرض كل قالب منها 25 سنتيمتراً تخبز في أقل من ساعة. من الفرن تذهب قوالب كعكة الجبن فوق ناقلة تبريد، حيث يصل عدد القوالب الساخنة إلى 1000 قالب كل مرة. مسار الساعة تقريباً تعادل حرارتها حرارة الغرفة، وتصبح جاهزة لإخراجها من القوالب. من هناك مباشرة إلى ثلاجة التخزين، باستثناء بعض قوالب كعكة الجبن التي تتوجه نحو قسم التخزين هناك. يزين قالب كعكة الجبن البلجيكي هذا بالجاناش، وهي مزيج من الشوكولاتة والقشدة. تمد الطبقة على وجه القالب وتشكل دوامات بواسطة مشط تزيين. والآن اللمسة الأخيرة، رشة من الكاكاو. بعض القوالب تدخل قاطعة ميكانيكية تقسم القالب إلى 14 قطعة متساوية، ويدخل ورق البرشمان بينها. بالعودة إلى قسم التزيين، يضعون قطعاً من الشوكولا فوق الفطيرة. مزيج من كعكة الجبن والشوكولاتة مع الجوز وموس القهوة على وجهها. قد ترغبون في تأجيل حميتكم يوماً إضافياً آخر.